يونس بن زكور هو إنسان مغربي زيادة وخلوق فاس إن شاء الله تشهر هذا جوفي فاتمي 48 عام سي شي ان نوردي دو سبور اي دار. اولا لك تنخرج للاعلام خصني نخرج بواحد المحتوى، ما يمكنش نخرج باش نهضر غير باش نهضر ولا باش نقولها انا كاين. دونك وكيعجبني نبان عند الناس ولا نتواصل مع الناس ماشي بلي زانترفيو، نفضل يكونوا الاعمال اللي تقدر تشرفني وتشرف بلادي. دونك كيفاش ممكن نخرج عند الناس بالفضائح والاخبار الشخصيه ولا الاخبار اللي ما عندها حتى شي علاقه بالنيد الفني؟ الحقيقة هذا غلط ماشي مني انا، يعني ماشي من سميتو. المشكلة اللي واقعة هو ان الناس لحد الان تعرفوا عليا هذا الوجه لان ما شافوش عندي افلام اخرين اللي تقدر ما تعرضتش في المغرب ولا تقدر تعرضت وما بانتش بزاف، لان جينيرالمون الافلام اللي كتبان بزاف هي اللي فيها لاكسيون ولا الافلام التجارية. كاين افلام اخرين اللي لعبت فيهم رجل ثري ما عنده حتى علاقه لا بالقوه ولا بحال الفيلم ديال الكغاط اللي جيت الاخ ديال سميتو باري بيمونتي ريهان، جيت الاخ ديال اسماء الخمليشي ما عندي لا علاقه لا بالاكسيون لا والو، خوها رجل اعمال اللي كيسافر وغايب وجا. بار كونت في الفيلم انا اللي درت الاخراج ديال انا اللي درت التركيبه ديال الكوريغرافي ديال لا سين داكسيون. دونك ورا الكاميرا كنت انا هو سميتو والكوريغراف دو سان كورديناسيون دو ستانس، مي في قدام الكاميرا ما هزيت لا يدي لا رجلي، لعبت عادي، لعبت اخ، كنلعب بزاف الادوار. ماشي المشكله ماشي فيا انا، المشكله في الاعمال اللي كتقدم ليا وفي الكاستينغ اللي كيتعطى ليا. دونك كيحاولوا يستافدوا من الكفاءات تاعي، لان ما نساوش واحد القضيه نهضرها على المغرب، لان في المغرب ما كاينش مثلا ممثلين اللي يقدروا يديروا الاكسيون. كنقول كنقول لك الاكسيون كلمه كبيره، الاكسيون فيها تقدر تركب على العود، تقدر تطيح فوق العود، تقدر تركب على الدراجه ناريه، تركب في الطياره، في الطوموبيل، دير اي حاجه وتكون انت، ماشي يحتاجوا معك دوبلور ولا يحتاجوا معك سميتو، او تكون عندك ديك الرشاقه وديك الخفه. حيت الاكسيون ماشي سهله. دابا الناس شحال من واحد تجي اكسيون شي حاجه عاديه، وهي اصعب سين في التصوير هي التصوير هي الاكسيون. انا نقدر ندير معك 100 مشهد بلا اكسيون وهن بكل اريحيه وبكل بساطه، هذا اجي بسيط واي ممثل يقدر يديره، ولكن ماشي اي ممثل يقدر يدير مشهد ديال الاكسيون. كاين الموهبه، التكوين كاين تكوين، ولكن ماشي التكوين ديال المعهد والاكاديميه، كان تكوين بدورات، كان تكوين مع مخرجين اكفاء. والمسرح كنت عندي تجربه في المسرح المدرسي، دونك كنت ندير المسرح في الاعداديه في ديك الانشطه ديال التلاميذ، وبقات عندي هاد الهوايه. في الحقيقه هما جوج مدارس اللي كنتعلم منهم في اي وقت، لان مازال لحد الان كنتعلم ومازال لحد الان كنستافد. التجربه الاجنبيه عندها واحد البلوس اللي ما عندناش في التجربه الوطنيه، نقدر نقول الوطنيه ولا المغربيه، اللي هي لا بريباراسيون. اي كوم جو دي توجور في ميز انترفيو ولا في الخرجات، لا بريباراسيون بريم لاكسيون. حنا كنجيو كنعيطوا لك سوا ناخذ ممثل واجد نقول له اجي دير هذه القضيه ودوز، باسكو انا ادوار اللي مثلتهم هذا العام هذا عيطوا لي في الليل باش نمثل في الصباح. في الحقيقه اي تجربه اجنبيه منها ولا مغربيه ولا عربيه اون جينيرال، هي بالنسبه لي كتكون درس، كتكون حافز باش نزيد لقدام. دونك في اي تجربه كتسالي كنحاول نخرج منها الخلاصه، وعندي واحد الكلمه اللي تنقولها دائما ذا نيكست، كنشوف القدام، كنشوف كننسى. انا عكس الفنان ولا الممثل اللي تيجي وتبدا يغني داكشي اللي دار.
شنو باغي ندير انا كنت وهذه كنت طلبتها داير ماشي كنت باغي نديرها كنت نحلم بها وطلبتها كنت باغي ندير يا اما طارق بن زياد يا اما يوسف المتشافي لانه هو الامبراطور الوحيد اللي داز في المملكه وفي العهد ديالو الدوله المرابطيه كنظن من الداخل ديالي باغي نعيش هذيك الحقبه وباغي نعيش هذاك الاحساس ديال ديك الحقبه. انا كنحترمهم كاملين بعدا لان على المجهود اللي كيديروا. انا عايش في الظروف وعشت في الظروف وعايش في الظروف اللي كيخدموا فيها اللي كيعملوا كيف الناس هادو فهمتيني. انا ماشي ضدهم هما يعني عارفهم هما كاين اللي كيسترزق الله كاين اللي كيتسنى هذاك العمل العام كله باش يخدم. لاحظت واحد القضيه الكفاءه التقنيه عندنا احسن تقنيين وعندنا احسن مخرجين وعندنا اللي ما عندناش الفكره. نحس بان المهمه ديال الفنان ماشي انا باعتباري واحد من الفنانه كنحس هي رساله هي روح ماشي هي صوره وشوفونيها انا ما كنبيعش صورتي باش نكون انا هنا ونصور اللوطي اللي انا فيه ولا البلان اللي فيه. راه قلت خدمت مع اعمال اجنبيه واعمال مغربيه ودائما مسافر ودائما في لي زوتيل 5 ايطوال ودائما في داك الشيء ولكن ساسي راه كون نصور انا داك الشيء باش نبينو. علاش ناخذ انا نبيع الناس واحد الصوره اللي ماشي هي ديالي؟ الناس اللي كيهمهم هو الاعمال اللي تنقدم والتقييم ديال الفنان هو المسيره الفنيه ديالو. يلاه ساليت واحد العمل مع المخرج الشاب والعزيز علينا هشام حجي ريدمشن داي يوم الغفران ولا يوم التوبه دونك وكانوا فيه ممثلين كبار منهم اوندي غارسيا الغني على التعريف اللي دار الباران دار بزاف ديال لي زافرونشي دار بزاف ديال الافلام اوشين 11 اوشين 12 وكان فيهم واحد غاري ممثل الاسمر ديال السلسله الشهيره لي زيكسبير د لاس فيغاس بوليس سيانتيفيك لاس فيغاس وواحد سيرين دا ديال ممثل سامي النصيري دايور الغني على التعريف ديال الطاكسي.